اللعبة دي كمان حلوة. وإيه تاني يا حبيبتي؟ والترابيزة بتاعتي. آه صحيح. فضلش بقى غير المفارش نبقى خلصنا. لو سمحت. أيوة يا فندم. أموري. طب ليه؟ أنا أحتاج سفرج. ما كنتش بحبك. أروح أشوف بقى حد تاني أسأله. لان انت مستدعيه وانا جاهز. طاير يا هوا، طاير يا هوا، سلم علينا. رايح يا هوا، تخبر اهالينا قصة الهوا، تفتن علينا امرك يا هوا، خبر اهالينا بسرعة. أباك بسرعة. يا ست ده كده وبعدين أباكت هنعمل ايه في العفريت اللي معانا ورا ده؟ احنا تورطنا صح؟ بالعكس يا سلطانية يا ابني، الموضوع سهل جدا. احنا لو عايزين نتخلص منه نرميه في البحر هيغرق. يغرق ايه يا بهجت؟ اذا كان في عفاريت بتعيش في البحر اصلا. ايوه معلومة صح طبعا، بس ده اسمه العفريت المائي، ده اللي هو بيبقى عنده زعانف وخياشيم ورا ودنه عشان يعرف يتنفس. ده بقى غير اللي معانا خالص. طب افرض كريم ده بقى طلع بر مائي، ده احنا يبقى حظنا اوسخ حظ في الدنيا. يلا بيتكلم صح. انا بر مائي. انت جيت هنا ازاي يا ابني؟ احنا مش حاطينك في شنطة العربية. ما هو عفريت يا باكت. الموضوع مش محتاج عفرطة، اساسا شنطة العربية مفتوحة على الكنبة، فانا فدت منها عادي. وبعدين حد يخطف عفريت في عربية زي دي؟ يا ابني احنا مش مموتينك وحاطينك جوه شوال. ده فيلم انا عملته عليكم عشان اعرف نيتكم من ناحيتي ايه. والله العظيم يا كيمو انا. ثانية واحدة كريم، وحياة ابوك. قول لي يا لولوش. لولوش وحياة ابوك، انا الفانيلا وهو الارنب. لا فانيلا ولا ارنب، انا همسخ صاحبك مسخ دميم، اخليه اوحش من شعبان عبد الرحيم.